الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. انا عايزه اكلم الشيخ لو سمحت. اتفضلي اتفضلي معلش، انا قولي اول مره اتكلم او اخش في مداخله. قولي سؤالك اتفضلي. انا بشوف الشيخ على طول ودايما متابعاه وكده. انا ليا اخ وحيد على 4 بنات، سامع؟ آه تعالي سامع حاجة، ما بيتكلمش علي ماما الصوت خالص. فوق. الو. أخ وحيد على 4 بنات. ها، ما بيتكلمش ماما خالص 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 خالص. ما وكان في مشكلة مع أختي، كانت متطلقة بقالها 5 سنين، وماما مريضة سرطان وكده. حتى سيبنا البلد بسبب جوز أختي ده، طلع بلطجي وبلطج علينا وكده. وأقول له وأتصل عليه برضه ما تسألش عننا. هو عنده قد ايه ده؟ متجوز ومخلف وكده سيبنا وقعد في مصر وما بيسألش في والدته خالص، خالص خالص. وجوز اختكم بلطج عليكم، واخوكم الوحيد ما بيحميكوش منه؟ لا، وكل الناس ضغطوا عننا، طيب كل الناس ضغطوا عننا. هو يا حرام، هو اللي يعيط على نفسه يا حرام، انت بتعيطي ليه؟ طيب قولي لي بس لحظة واحدة، هو بقى بيرد يقول لك ايه؟ يعني هو ايه بصي مبرره انه ما حضرتك، بيتكلمش؟ لدرجة ماما في رمضان نزلت مصر، نزلت مصر وقعدت تدور عليه بالتاكسي وتقول له طب قول لي انت فين، طب قول لي وانا استناك، برضه ما سالش عنها. ورجعت شويه عماله بتعيط، حول ولا قوة إلا بالله. واحنا 4 بنات ونقلت وسابت البيت وده. يعني وبابا هو ميت وسابت. مقاطع ولا هو ايه؟ انا عايزه افهم المبرر ايه؟ مقاطعها فجأة كده ولا ملهي ولا ايه؟ انا مش فاهمه بس. لا بص حضرتك، هو كان لي ولد معوق، كان لي ولد معوق، والولد دوت توفى من سنة، وكان دايما معلق شمعته على ابني، ابني تعبان، ابني كذا، ابني تعبان، ابني كذا. فماما كانت مراعية ظروف، فلما الولد فجت توفى. لحد ما الولد توفى. يوم ما عرفنا اللي هو توفى اتصلنا عليه، طب تعالى احنا نجيلك. لا ماما نزلت في رمضان بقى، الحكايه اللي انا بحكي لك التاكسي ده، وبقت تقول له يا ابني انا مش عارفه اوصل لك، طب قول لي البيت فين واجي لك، ما فيش فايده. طيب ومن رمضان في لغاية رمضان وهي دلوقتي سايبه مقاطع ما بيكلمهاش خالص؟ خالص خالص. ماشي. وجه وقعدنا والله انا اتصالي خوفا عليه، هو مش طبعا. علينا، طبعا. خوفي غضبا ربنا عليه والله. طيب يا شيرين، شكرا يا شيرين. مين الأخ اللي مش بيسأل في أمه؟ شوف يعني أولا سامحيني، أولا أنا لو امتنعت عن الإجابة عن شيرين برضه فمحدش يلومني. ليه سبب؟ هذا سؤال قتل بحثا. الامر الثاني، اذا كنت حضرتك مستعجبه او مستغربه او تعبيرات وشك كلها كانك بتسمعي حاجه نشاز، فانا الحاجات دي متعود عليها. انا من 4 جمع كان يوم جمعه والناس فاجئوني بعد الصلاه، مع ان انا ما بديش مواعيد بعد الصلاه خالص، ودخلوا عليا بعد خطبه الجمعه وانا عايز اجري عشان الحق الهوا عندي هنا، لدرجه كنت هتاخر فعلا ان لم اكن وصلت متاخرا. عايز اقول لك ان انا وجدت ام وابن واخت، وبينهم الابن امامي جحود عجيب، امامي قسوه لو وزعت على اهل الارض لوسعتهم. بيكلم الام قدامي كلام والله لو نزل على الجبل لخر دكه، كلام لا يطيقه انسان. وانا يا حبيبي يا حبيبي، انا حاجج مش عارف كم مره، قلت له يا حبيبي القصه وريني حجك هنا. هنا الحج والاسلام والدين ده كله ما بيبانش الا عند العكس والضد. انا بتكلم عن حلم الاستاذ دعاء لما غضبها شوف حلمها، بتكلم عن اخلاق الشيخ محمد لما زعله شوف اخلاقه. لكن الكلام والابتسامه كلام. طبعا عايز اقول لك نهايه المقابله بالعافيه، وصل الامر ان الاخت الفاضله اللي هي البنت قالت لي بص اخويا كاتب ايه على عرضي على وسائل التواصل الاجتماعي على الفيسبوك. فدي امر بالنسبه لي انا متكرر. الامام الشافعي بيسالوه بيقولوا له ينفع حد يخاصم احد ابويه؟ قال ولا الجزمه بتاعته ولا النعلين، مش الابوين ولا النعلين، خلاص كده. انت عارفه حضرتك انا بكلمك شايفه وشي عامل ازاي، فبكلمك فمعليش ملامه دلوقتي. لكن لو انا قدام ابويا وبقول له حاضر ونعم ووشي عامل كده، انا اخذت ثواب، انا اخذت ذنب. لابد ان اكون بساما، لابد وان شوفوا احنا معايا الوالد سنه كبير،
ومع هذا لما الواحد مثلا بيزعق شوية عشان العلاج أو عشان التزق أو عشان يروح لدكتور أو يخشى العقوق، مع أنه يفعل هذا لمصلحة أنه يخشى العقوق. فيا جماعة القطيعة فساد، البعد فساد، كونك ما تشوفش أمك هي بتعيط علشانه. كل دمعة تنزل من عين هذه الأم نار على هذا الولد في الدنيا وفي الآخرة. فأسأل الله أن يتوب عليه وأن يرده إلى أمه مردا جميلا. الأم تعمل إيه في القصة دي؟ بتعيط وبتلف حوالي الأمهات، تفوض الأمر إلى الله وتدعو إلى الله أن يحنن قلبه. اقول لك عباره النبي صلى الله عليه وسلم، ومين اللي قلبها تبقى محروق اكتر؟ ما انا بقول لك لو الابن عق امه ولا لو الابن مات. النبي قال عباره جميله، صدق لو الابن مات احسن. طبعا طبعا طبعا، لانها عرفت مصيرها، عرفت ان سبب عدم الاتصال انه في ذمه الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له اعمل لك ايه وقد نزع الله الرحمه من قلبك.